أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الفاتحة. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رحيم بيه. عارف القرآن ده أحسن حاجة تريح الميت. اسألنا أنا. عقبال العايشين ما يرتاحوا هم كمان. فين دليل يا رحيم؟ في الحفظ والصون. إيه؟ عايز تقول لها حاجة؟ لا، أنا عايز أقول لك أنت إنك بتعرف تعمل أي حاجة اليومين دول بس علشان أنا مش فاضي لك. وأنا مستنيك لما تفضى. أنت إيه اللي جابك؟ جاي أعزي. في واحدة كانت عشرة عمر. أو المفروض إنها كانت عشرة عمر. بس الكلام ده بقى قبل ما تخوني الأمانة اللي أنا اديتها لها. زي ما أنتوا كمان خنتوها. آه. عشان كده بقى قتلتها. قول، ما تخافش، قول. وانت تعرف عني يا عمدة اني لو قتلت هخاف اقول. وبعدين اقفل الموبايل اللي انت بتسجل لي بيه ده علشان عيب. اسجل مين؟ اصلا ما فيهوش مساحة، اصله مليان بفيديوهاتي انا وداليا. الله، ما تصلوا بينا على النبي كده يا جماعة. احنا نصفي النفوس ونستعيذ بالله من الشيطان اللي دخل بينا. واحنا عمرنا تلمينا اللمة الحلوة دي الا وكان الشيطان فيها. او خلاص مات واندفن. تصدق عجبتني. يعني نعلق كل المصايب على شماعة اللي راحت وفي الاخر نحضن بعض ولا كأن في حاجة حصلت؟ ده ايه الحلاوة دي؟ لا لا لا، تاخذنيش يا رحيم، انا ماليش دعوة بالقصص والروايات دي، احنا اخوات. وانا قلت لك اخويا، اللي هتطلبه مني هنفذهولك، حقك. طب وانت نفذت اللي طلبته منك؟ بجهزهم لك اخويا. بجهزهم لك اخويا؟ مالك بتهر كده، ما تجمد شوية، في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، يا جماعة احنا مالناش في الحاجات دي، احنا نقعد مع بعض ونتكلم، واللي عنده حاجة يقولها. انا اللي عندي تقال. أشوفكم العزاء الجاي إن شاء الله. البقاء لله. بقول لك يا هشام، ما تيجي ننزل نقعد في القهوه نشرب لنا كوبايتين شاي كده ونضرب لنا حجرين؟ انا مش رايق خالص النهارده يا حلمي، اعتبرنا في القهوه وانا عامل لك اللي انت عايزه. طب بقول لك ايه، انا عايزك في مصلحه. مصلحتي خير؟ عايزك تجيب لنا بضاعه نشتغل فيها. لا 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 لا، مش هينفع خالص اليومين دول. ليه؟ ما ده الحوار اللي مقعدني هنا. اليوم اللي اتخطفت فيه كان معايا بضاعه، معرفش بقى اللي اسمه سعد ده صرفها ولا الحكومه هي اللي حرزتها. المهم ان اصحاب البضاعه دي مش عايزين فلوسها دلوقتي، مش عايزين رقبتنا. عندهم حق. وانا ناقصك يا حلمي. مين صحاب البضاعة دول؟ الناس كده باخد منهم بضاعة وخلاص. مين يعني؟ ما تنطق. عيلة ابو وردة. ايه؟ ابو وردة؟ ابو وردة هشام؟ ما خلاص بقى يا حلمي اللي جرى الله.
ابو ورد عارف ان انا بشتغل معاك؟ لا 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 ما يعرفش اي حاجه. هو كل اللي ليه ان انا اخد بضاعه اديله مكانها فلوس، غير كده ولا ليه فيه. ابو ورده يا نهار اسود، وهنتصرف في المصيبه دي ازاي؟ ربنا يستر بقى، ربنا يستر. يا رب يكون اللبس اللي جبتهولك عجبك. شكرا يا رحيم. ما قلتليش بقى، لو كل دول كانوا في عزاها امال مين اللي قتلها؟ هو انت فاكره ان اللي هيقتلها ده مش هيحضر عزاها؟ ده لازم يكون اول واحد موجود بياخد العزا. طب مش انت بتقول شفت اللي قتلها؟ ما بلغتش عنه ليه؟ يعني عايز انا اروح القسم اسلم لهم نفسي تسليم اهالي؟ قال لهم انا يا جدعان كنت موجود في الشركه في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه الست؟ انا لا يمكن اعمل كده. داليا انت بتشكي فيا؟ لا يا رحيم، انا بس عايز افهم. عاوزه تفهمي ايه بالظبط؟ عايز اعرف لو كانت امينه ورا كل اللي حصل لي ده بعد ما ماتت، انا هفضل كده هربانه على طول؟ بس انا وعدتك ان الموضوع ده هيخلص قريب. بس أنا خايفة، حاسة كأني لسه في السجن. خايفة ولا معاكي؟ أنا خايفة علشان أنت مش معايا، خايفة من كل صوت خطوة، من كل صوت فتحة باب، خايفة في أي لحظة يدخل عليا البوليس. محدش هيقدر ياخدك مني تاني أبداً. تقصد مين؟ أقصد أي حد. بس المهم أنت يا داليا، أنت عايزة إيه؟ على العموم أنا مش عايز أسمع ردك دلوقتي، عاوز أسمعه من غير أي ضغوط عليكي، يعني بعد ما أثبت برادتك. انت عرفت منين ان داليا مع رحيم؟ مش مهم عرفت منين، المهم ان اللي عمله رحيم ده بيورطها اكتر. انا مش فاهمه هو عمل كده ليه، وايه اللي خلاه يهربها، وليه ما كلمتنيش؟ هو ده رحيم بيضغط عليها علشان ترجع له. رحيم مش بيفكر غير في مصلحته هو وبس. اوكي، رحيم بيلعبها معايا، ماشي. اسمع يا عماد، انا ماليش دعوه بقى باي حاجه بينكم، انا بنتي عايزاها ترجع لي. انت عايزه داليا وانا عايز داليا، اللي واقف بيننا هو رحيم. لو كلمتك وهي اكيد هتكلمك، قولي لها ان مفيش حد غيري يقدر يحميها، ورحيم ده ما يقدرش يحمي حتى نفسه. اوكي، بعد اذنك. رحيم لازم يعرف. رحيم مش لازم يعرف اي حاجه، ده لو عرف ممكن يموتني فيها حلمي. ولما انت عارف كده راح تشتغل معاهم ليه؟ رايح تشتغل مع اللي قتلوا اختك وجوزها ولا نسيت؟ عمري ما نسيت يا حلمي، عمري ما نسيت. بس اعمل ايه يعني، حوار ولبست فيه، فلوس وصلت ومر خسرتها وهم دخلوني في الحوار ده. تقوم تشتغل معاهم، تشتغل مع ابو ورده. ابو ورده يا هشام، ما خلاص بقى يا حلمي، انت مكبر الموضوع ليه؟ فكك. هفكني واكبر الموضوع؟ رحيم لما يعرف هينيل الدنيا. اللي بيننا وبينه مش خناقه، ده دم. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا هشام، أخذ بيتك. بتفكر في إيه؟ بيتهيألي دلوقتي بقى واضح جدا إن الشخص اللي كان بيكلمك في التليفون هو نفس الشخص اللي كان بيبعت لي رسائل، وزي ما كان ورا خطف هشام أخويا كان هو برضو اللي ورا حكاية شنطة المخدرات ومحاولة قتلك في الاسم. طيب تفتكر ده هيتغير بعد موت أمينة؟ على الأقل هنفهم. لو كانت أمينة ورا كل اللي بيحصل ده يبقى أكيد كل حاجة هتقف. أيوة، بس ده مش هيظهر براءتي. علشان كده لازم نوصل للمية.
انت ما تعرفيش بلدها فين، قرايبها، اي حاجه عنها. ايام الشغل كانت قالت لي كذا مره انها رايحه لناس قرايبها في السويس، بس بصراحه ما اعرفش فين. طب قولي لي كل اللي تعرفي عنها وانا هنزل ادور عليها بنفسي. ايوه بس انا جايه معاك، مش هتسيبني لوحدي. باشر يلا يا دي تواف بقى من هنا. منور يا كبير. ازيك يا عبوده؟ يا عم تسلم. خير يا كبير. عايز عربيه يا عبوده بس يكون ورايا سليم. طب اديني يومين ثلاثه كده اظبطها لك، بس ده عشان انت حبيبي يعني. يومين ثلاثه ايه؟ انا عايزها دلوقتي. دلوقتي يا كبير؟ انت عايزني اقلب لك عربيه من الجراج ولا ايه؟ ليه؟ هو احنا حراميه؟ هو انت مش عربيتك سليمه؟ اه انا عربيتي سليمه. طب هات المفتاح. افتح يا كبير. بص احنا ممكن نقلب عربيه من الجراج هنا عادي يعني. عبوده المفتاح. الف شكر يا عبوده، طول عمرك مجدع وصاحب واجب. ربنا يستر.